فأيوه، فما يميز اللغة السقطرية أن فيها الفعل والفاعل والضمير والظرف والصفة والحروف، والمكان، حروف الجر كل ما يوجد في اللغة، تراكيب اللغة موجود فيها في اللغة السقطرية. أصل الأمير احنا اللغة العربية دخيلة علينا، يعني كانوا أهلنا ما يجدوا، إلى الآن الكبار ما يجدون اللغة العربية، كيف يتحدثون لغة الإشارة؟ أكيد أن يتحدثون باللغة السقطرية يعني. صحيح، هناك فترجع هذه اللغة لأصول من اللغات السامية القديمة التي كان يتحدثون فيها بها الناس قديما، يعني إلى العصر الحجري وما إلى ذلك، حتى الباحثون أصلوها إلى ذلك العصر. العصر بس إلى الآن، يعني بالنسبة لأصل اللغة إلى الآن، يعني على ذكر أحمد على كثرة البحوث التي حصلت إلى الآن، لكن إلى الآن لم تذكر مدة معينة متى تشكلت اللغة السقطرية، أو متى يعني الناس في سقطرة تكلموا بها، متى ولدت، يعني متى ولدت، يعني لأنها قديمة، قديمة جدا، قديمة جدا، أكثر من 5000 سنة قبل الميلاد. لكن أصل اللغة تقريبا ربما تعود إلى عائلة اللغات الجنوبية، يعني مثلا هي تقريبا تنتمي إلى عائلة اللغة المهرية واللغة الجبالية، لأن وجدنا أن في تشابه في بعض الكلمات فيما يتعلق مثلا في بعض الكلمات، يعني بين اللغة المهرية واللغة السقطرية في تشابه في بعض الكلمات، وكذلك في تشابه في بعض الكلمات في اللغة الجبالية، لكن عندما يتحدث المهري السقطري لا يفهم المهري، وعندما يتحدث المهري السقطري لا يفهم المهري. هذا ملاحظة كثير، ربما في كثير من الناس يعتقدون ان المهري والسقطري يفهمون بعض، يعني هذه ملاحظة كثير مهمة، المهري لا يفهم السقطري ولا السقطري يفهم المهري. صحيح. هناك كلمات مطعمة باقية بينهم، مثل ما هي اللغة العربية فيها كلمات إنجليزية والانجليزية فيها كلمات عربية، وكل لغة مطعمة بلغة أخرى، مش إلى درجة أن المهري يفهم عليه وأفهم عليه. على كلمة التشابه في اللغات أحيانا هو ينتج من تناقل الناس، أحيانا قد ربما يسافر أحد إلى مكان آخر فيأخذ معه كلمة وتبقى معه كلمة، والناس اللي يسافروا له هناك يعني إلى مكان آخر تبقى معهم كلمة، فهذا التشابه هو نتج عن تنقل الناس بين هذه المدن. فلما يتنقل الناس تتناقل بعض الكلمات فتبقى هذه الكلمات، فهذه التشابه فقط. ولكن أما كلغة السقطرية هي بعيدة عن كل اللغات هذه الجنوبية، بعيدة كل البعد يعني مختلفة جدا يعني. طيب نعم، والتشابه أيضا قد يرجع أصله أساسا لأن أصل اللغات كلها سامية، خاصة بعدين في لغات سامية جنوبية وفي لغات سامية شمالية. الجنوبية التي اندرج منها مثلا الضفارية في عمان، والشحرية والمهرية والعربية أيضا. نحن الآن لا نريد أن نستطرد كثيرا في تأثير اللغة من أين أتت، بقدر ما أنه نريد أن نركز على اللغة السقطرية. لغتنا لغة غنية وثرية، عندنا شعراء يحفظون الشعر السقطري حتى هم مش متعلمين، لأن لغتنا شفهية ما تكتب، وبالتالي كل الشعراء الشعر يحفظ آلاف الأبيات بالسقطري، وعندنا النثر أيضا، وعندنا باللغة السقطرية حكم وأمثال، كل شيء بالسقطري، يعني دون يعني لغة كاملة مكملة. صحيح، لكن عندنا كذلك أحرف، ما يميز اللغة السقطرية عندنا أحرف ليست موجودة في اللغة العربية، يعني مثلا شاء، هذا حرف اللي ينطق من هنا، شاء شرحان، مثل شرحان مثلا الضاء، ضاء ننطقه من ضاء من هنا، شجرة الصدر، شرحان، رجل، شماش، ماشين، عائلة، كذلك كان في عندنا من ضمن نعم. على سيرة ذكر أحرف أمير، أنا ذكرت اللغة العربية فيها 28 حرف، اللغة السقطرية فيها 25 حرف، إيش الناقص عندنا؟ إذا كانت اللغة العربية 28 واللغة السقطرية 25، نحن في اللغة السقطرية ما عندنا الحروف اللثوية اللي هي الثاء والظاء أبو عصا والذاء، يعني نحن نقول كثير ما نقول كثير، نقول ذلك ما نقول ذلك، نقول الذي ما نقول الذي، ونقول وحرف الضاء ما عندنا نهائيا كله. وعندنا ايضا اصوات مش موجوده بالعربيه ومش موجوده باللغه الاخرى، باللغات الاخرى التي اشار لها امير، شرحان، شرحان اللي هي رجل، خياط، نار، حتى نطقها بالنسبه لبقيه المحافظات او بقيه صعب جدا، نعم للعرب صعب انهم ينطقوا مثل هذه الاحرف، حتى نحن نصدع عليهم، حتى بعض الناس اللي عايشون معنا سنوات كثيره اكثر من 20 سنه 30 سنه موجودين في سقطرة توطنوا معنا يتكلم سقطري، بس لما نوصل الشاء نعرف انه مش سقطري، يقول شرحان، نقول شرحان ولا شف شف. على سبيل المثال مثلا في الافعال، مثلا لما نقول مثلا يذهب مثلا بالسقطري كيف؟ طه
مثلا بالماضي مثلا هناك ايضا طاهر ماضي يعني ذهب ويذهب يطهر يطهر وهناك ايضا تفاصيل يعني صغيره امالات صغيره يقع فيها الغير السقطري حتى لو كان يتكلم السقطري بالطلاقه لكن صحيح. بالنهايه نعرف انه انه مش سقطري مثلا حتى لما نقول مثلا للمراه مثلا جاءت مثلا طيب جدوحه او والرجل جدح جدح تمام احمد نواصل نواصل بعد الفاصل تمام ابقوا معنا مشاهدينا الكرام.